صيادية الشرق أو صيادية بلاد الشام، تكفي من 6 إلى 8 أشخاص. المقادير: مرق السمك 1 كيلوغرام سمك هامور طازج من عظم السمك، جزرة مقشرة ومفرومة، براسيا مقطعة إلى شرائح، 4 أوراق غار، ربع باقة كزبرة طازجة، شريحتان زنجبيل طازج، ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ملعقتا طعام كراوية مطحونة، 3 فصوص ثوم شرائح، بصلة مقطعة إلى جوانح. الأرز 1 كيلوغرام أو 5 أكواب ونصف الكوب أرز بسمتي طويل منقوع 4 دقائق في ماء بارد، ملعقتا طعام بصل مفروم بشكل ناعم، 4 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح، 60 ميلي أو ربع كوب زيت زيتون، ربع ملعقة صغيرة كراوية، ربع ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم، ربع ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض، رشة ملح، فيليه سمك 1 كيلوغرام سمك هامور طازج مقطع إلى فيليه، فصا ثوم مهروس، رشة كزبرة يابسة، رشة زنجبيل مطحون، رشة كمون مطحون، رشة فلفل أبيض، ملعقة صغيرة ملح، عصير ليمونة 200 جرام أو كوب ونصف الكوب طحين، 60 جرام أو نصف كوب نشاء الذرة، زيت نباتي للقلي، الصلصة، ملعقة طعام زبدة، ملعقة طعام طحين، 50 ميلي أو ربع كوب عصير ليمون، 100 ميلي أو نصف كوب مرق السمك، رشة كزبرة يابسة، رشة كمون ناعم، رشة زنجبيل ناعم، رشة ملح، رشة كراوية، رشة فلفل أبيض، الزينة، بصلة مقطعة إلى شرائح، ملعقتا طعام صنوبر محمص، ليمونة شرائح. طريقة التحضير: تحضير مرق السمك. نسخن الفرن لدرجة 200 مئوية في صينية فرن، نضع الجزر والبراسيا والكزبرة والثوم والكمون والفلفل الأبيض وورق الغار والزنجبيل، ونضع عظام السمك فوقها ونشوي مدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تصبح المكونات بلون بني. نسخن لتران ونصف أو 10 أكواب ماء حتى يغلي. نرفع عظام السمك والخضار من صينية الفرن ونضعها في الماء المغلي. نضيف ملعقة طعام كراوية والملح للماء. نقلي قليل من البصل المقطع جوانح حتى يصبح لونه بني، ثم نضيفه على المرق المغلي، ثم نغلي على نار هادئة مدة 45 دقيقة. تحضير الأرز: نسخن زيت الزيتون في طنجرة كبيرة ونقلب البصل والثوم. نصفي مرق السمك ونأخذ لتر ونصف اللتر أو 6 أكواب من مرق السمك، ثم نضيفه إلى البصل والثوم. نضيف الملح حسب الرغبة ونغلي المزيج. نغسل الأرز ونصفيه ونضيفه للطنجرة. نحرك المزيج ثم نضعه يغلي لمدة دقيقة واحدة. نخفف النار ونغطي الوعاء ونطه مدة 30 دقيقة. تحضير الصلصة: نذوب الزبدة في وعاء ونضيف الطحين مع التحريك، نطه مدة 30 دقيقة. نضيف بقية المكونات ونسخن المزيج حتى الغليان. تحضير فيليه السمك: نخلط الثوم والملح والزنجبيل والكمون والفلفل الأبيض والكزبرة وعصرة الليمون وزيت الزيتون في وعاء. نقطع سمك الهامور إلى قطع بطول 7 سنتيمتر، ثم نخلطها مع الصلصة. نمزج الطحين مع نشاء الذرة في طبق ونغلف السمك به من كل الجوانب. نصب 2 سنتيمتر من زيت نباتي في مقلاة ونقلي السمك فيه. تجهيز الطبق: نسكب الأرز في طبق تقديم كبير، نوزع فيليه السمك فوقه، نضع شرائح الليمون وننثر البصل المقلي والصنوبر المحمص على السطح.